قال والهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي. هو لا يتكلم عن الهجرة التي هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هو يتكلم عن الهجرة، هجرة المعاصي، الابتعاد عن المعاصي، القرب من الله، البعد عن الشيطان. وهذا فرض عين لا يسقط عن أحد أبدا طالما أنه مكلف، فإن الله جل وعلا حرم على عباده فعل المحرمات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمهاجر هو الذي يهجر المعاصي، يبتعد عن المعاصي.